دلوقتي هندخل على بعض الكيسز دكتور انور محضرها لنا from our clinic. This is a fully pre-excited ECG. تمام؟ انا شخصيا اول ما ببص هنا على 3 و AVF زي ما قلنا. الدلتا از بوزيتيف. This is anterior. ببص على V1 بلاقي بقى هنا ايه، مش بس بوزيتيف دلتا، بوزيتيف دلتا وار ويف ترانزيشن على V1، يبقى ده موست بروبلي ذيس از ليفت سايدد اكسسوري باس واي. حلو قوي. بعد كده ابتدي افكر انا شخصيا ده ليفت لاترال ولا ليفت انترو لاترال. هنا بصيت لقيت ان اي في ال فيها يعني كيو اس باترن او يعني ار صغيره ونيجاتيف، وفي 1 ده ما فيهوش النيجاتيف دي، فانا اقول والله اعلم انه ممكن يطلع ليفت لاترال اكسسوري باس واي. This is another example of an ECG fully pre-excited. من منظر البري اكسايتيشن العظيم ده انا من غير ما ابص اقول رايت سايد. ليه؟ لانه جنب الاس انود. طيب بعد كده ببص هنا بوزيتيف 3 واي في اف، يبقى ده انتيريور. طيب ده كيو اس باتن في 1 وترانزيشن هنا عند في 3، يبقى ممكن ده يبقى رايت انتيريور. رايت انتروسبتر طلع رايت انتروسبتر. ممكن الترانزيشن هنا احنا بنقول ما بين في 2 وفي 3، يبقى ده سبتال وده انتيريور، يبقى رايت انتروسبتر. في فروق كده صغيره انور هيقولها لنا. قول يا انور الحته دي، تعالى خد الميكروفون. دكتور انور زرفي من العراق الشقيق. هو هنا احنا بالظبط نفس معالة بروفيسور مرفت، بنشوف التشيس ليد لتحديد هو رايت ولا ليفت ولا سبتال، ونشوف الليم ليد هو انتيرير ولا بوستيرير. لكن في الجوريثم بيسموه العروض الجوريثم، بنشوف الدلتا ويف. في في 1 الدلتا ويف كومبليتلي نيجاتيف، ودي معناتها الاكسسوري باث واي سبتال. بنشوف الاي في اف بيكون الدلتا ويف بوزيتيف، فهذا يعني ان الانتروسبتر رايت انتروسبتر. طيب طبعا ده يخليك محترس جدا وانت بتكوي، وكمان مش بس كده، ده انا لما اخليهم يحطوا الاساطر وانا عارف ان انا داخل انتروسبتر اقول له ما تحطش اساطره الابليشن انت. ليه؟ لان ممكن يدخل يخبطه ويضربه وما يبانش، يخرج من هنا يبان. حتى لو كان في بيجيب تاكيكارديا ممكن يتخبط، لان بيبقى فيري سوبرفيشال، والايفي نود بتاعتنا دي كمان فيري سوبرفيشال، ويعني عندنا حاله كده خلاص خلصنا بس بنقرط عشان نجيب هيس كويسه ايفي بلوك، ده تروماتيك بس بيرجع على طول. بس فخلي بالك، فانت لما تكون داخل تكوي اكسس باسوي زي كده وانت داخل محترس، ما تقعدش بقى تحسن في الهس ومش عارف ايه، لا خليك محترس، ادخل بالشيس الطويل على طول. طبعا في الحاله دي انت مش محتاج اريجيتد تيب كاتيتر، ده محتاج قسطره عاديه لان هو بيبقى سوبرفيشال، فبالتالي انت مستعد لانتروسبتال. اوعى تخبطه وتضيع وتضيع البري اكسايتيشن وتحتاس. تمام؟ ماشي. هنا one of our cases كان الاي سي جي ده في حاجة غريبة. الحاجة الغريبة هي البي ويف. هي البي ويف. أول حاجة لما حصل كده أنا سألت أنور، الإيكو أخباره إيه يا أنور؟ تعالى جنبي. الإيكو أخباره إيه بتاع العيانة دي يا أنور؟ إيبشتاين أنوبلي. يبقى أما تلاقي، طبعًا إحنا عارفين إن في أسوشيشن بين الكونجنتال هارت ديزيز والأكسس باسوي، أشهرهم الايبشتاين. والايبشتاين لما تلاقيه تحضر نفسك انه يبقى بوست ريسبتال اكسس باس واي او رايت بوستيرير او الاثنين، وبيبقى معاه مالتيبل اكسس باس ويز، ولازم تشوف درجه الايبشتاين. ما ينفعش ان انت تخش على ايبشتاين وانت مش عارف السيفيريتي. لو هو سيفير حضر نفسك، يبقى كيس اوف ذا داي لانه هياخد منك وقت. لو هو مش سيفير ومايلد يبقى ايه الامر هيمشي كويس. لو هو في البوست ريسبت ريجن بس مش هيبقى فيها مشكله، لكن هو لو رايت لاترال او رايت بوستيرير الانلس متحرك، الانلس بتفضل مكانها لكن السبتا ليفرت هي اللي بتبقى ديسبليسد. وفي بعض الاحيان بيحتاجوا يحطوا بي سي اي واير جوه الرايت كورونري عشان تو فيجوالايز ذا انلس. دي مره عملتها زمان بس ما نفعتنيش قوي. وفي في في فور فرنش وتو فرنش اي بي كاثيترز باي بولر كاثيترز بيحطوهم جوه الرايت كورونري تو ماب
الانرس في الابشتاين دي انا ما استعملتهاش وما شفتهاش في بلاد بره يعني، لكن قريت عنها. شكرا ستي. طيب هنبص بقى على احنا اول حاجه لفتت نظرنا الاي سي جي ده شكله غريب، البي ويف دي شكلها ماجنيفيسنت كده بيسموها جاينت بي ويف، يبقى ده ابشتاين. وانا سالت كده وناخد بالنا ان هنا في 1 اهي كبيره وجاينت مش كده، بيسموهم بيسموها هيمالاين، هيمالاين بي ويف في الابشتاين. طيب الابشتاين هنا 2 و3 واي في اف كلهم بوزيتيف، يعني غالبا ده انتو ريسبتر اكسس باسوي، ميت سبتال اكسس باسوي. عشان في قول لنا ليه ميت سبتال يا دكتور انور؟ انور هو النافيجيتور بتاعنا قبل ما ندخل ايه في ايه كلامه بيطلع صح واحنا على طول خسرانين. لا هو هنا برضو الدلتا ويف نيجاتيف في في 1 فهذا سبتال، بوزيتيف في اي في اف يا اما بيكون انتيرير يا اما بيكون يا اما بيكون انتروسبتال يا اما بيكون ميد سبتال. فنشوف ليدي 3 لو كانت الار ليدي 3 لو كانت الار اصغر من الاس فهذا ميد سبتال، عشان الار اصغر من الاس فده ميد سبتال بالضبط. ولو بنشوف الاي سي جي اللي قبله الاختلاف هو الار ما فيش اس اصلا في هو ده رايت انتروسبتال، ده رايت انتروسبتال واللي بعديه ده ايوه ده ميت سبتر رايت ميت سبتر رايت ميت سبتر. انا الحقيقه احنا كمان ده انا بحب الاي سي جي ده. يلا يا انور قول لنا ده خطط لنا مكانه اتفضل. هو ده ال برضه الدلتا ويف نيجاتيف في في 1 فهو سبتر. لا ثانية واحدة أنا مش هقول بس كده هبتديها أنا بقى. أول حاجة برضه ببص على 3 وإي في إف، 3 وإي في إف نيجاتيف يبقى ده بوستيريور صح؟ وبعدين ببص على في 1 نيجاتيف وترانزيشن عند في 2 يبقى ده سبتال. يبقى ده إيه ده إيه ده؟ بوست روسبتال أكسسوري رايت بوست روسبتال أكسسوري باسوي. هاتها تاني أهي. This is right بوست روسبتال أكسسوري باسوي. كيو إس كمان مش هي كيو إس إن في 1 يبقى رايت بوست روسبتال اكسسوري باسوي. اي لاف ذس وان. ده بقى النوع الثاني اللي هو طيب 3 و اي في اف بوزيتيف ده انتيريور، وبعدين ببص على الفيهات هلاقي ترانزيشن فين عن في 4 يبقى ده رايت انتيريور اكسسوري باسوي. نبتدي نوقف هنا ولا ناخد على الكيسز؟ الكيسز اوكي. This is a 27 year old male patient, recurrent attacks of palpitation, sudden onset, sudden offset. وده ال resting ECG بتاعه على المونيتور بتاع المكان. خلاص طبعا عنده تاكيكارديا يعني مهم ان احنا هنخش بقى هنا. اول ما تحط الاي سي جي على المكنه بتاعتك احنا بنتكلم دلوقتي الكتروفيسيولوجي، لازم تتاكد ان التوصيل بتاعك صح عشان ما تتلخبطش. واهم حاجه اهم غلطه الناس بيغلطوا فيها اليمين والشمال الرايت والليفت. تبص على ليد 1 ليمب ليد 1 البي ويف بتاعته ابرايت اهي، خلوا بالكم ان هو هي هاز فيري شورت بي ار انترفال، البي ويف اهي لازقه في كيوس كومبلكس تمام، يبقى ده متوصل صح. طيب هنبص بقى على 3 واي في اف بوزيتيف، وبعدين هنا يبقى ده راي ده انتيريور كيو، بعدين الفي 1 نيجاتيف ترانزيشن عند في 2 يبقى سبتال، بس في سمول ار هنا في سمول ار في في 1 يبقى ده رايت انتيريور اكسسوري باثوي. حلو هنستعد بقى رايت انتيريور بحاجات كده حاجات معينه هنشوفها دلوقتي. انفورشنتلي العيان دخل في ايه؟ في اتريال فيبريليشن. الكلام اللي بنقوله بقى احنا during manipulation AF is induced. طبعا ادي سي اس احنا بنشتغل بثلاث اساطر من الاول كده، ساعات احتاج حاجات تانية according للنيدز. توصيلاتنا زي ما قلنا 1 و2 و اي في اف و في 1 وهنا زودنا في 2 عشان الترانزيشن. يبقى احنا قلنا في ثلاثة ليدز اساسيين والباقي بيتحطوا حسب الحالة. فحسب الحالة هنا قلنا لا انا عايزة في 2 عشان الترانزيشن باين فيها، وعايزين الليمب ليدز عشان نشوف فيها الاكسس. طيب AF was induced
ادي الاتريال فيبريليشن، ادي السي اس. نبص على الاساطر، احنا ابليشن، ابليشن هي المابين كاستر او الابليشن كاستر، والهيس كاستر دي كانت في الرايت فينتريكل اهي، والاي سي جي قدامي. اول حاجه لازم اقرا الاي سي جي، دي سرعه غالبا 200 مش كده؟ 200. This beat is narrow، يبقى دي نيتف. And this beat is fusion between pre-excitation and this beat is fully pre-excited. يبقى انا لو جبت بقى 12 ريد على الضربه دي اقدر احدد بالظبط pre-excitation بتاعي. يبقى دي this is pre-excited DF. طبعا ما تقوليش بقى الفيهات اللي في السي اس فين، خلاص كله دخل على بعضه. مستحيل تعرف ان انت، عشان كده انا ما اقدرش اكون في الاي اف. حاولت يعني من كل محاولاتي الكثيره ممكن اكون كويت واحد او اتنين من الالاف اللي الواحد اشتغله during AF. during AF it's not easy. هنا ادينا دي سي شوك، سينكرونايز دي سي شوك، ورجع ساينس، ولازم تتاكد انه رجع ساينس، انا ممكن ما يرجعش من اول شوك، هتقول ده لسه حاصل ده كده. طبعا احنا بنكون بقى بدانا الاي انتي كوجليشن. هنا ادي السي اس، وادي الهيس، وادي الابليشن، طبعا مش هنبص عليهم. طيب ايه اللي حصل هنا؟ العيان رجع ساينس ودخل في التاكيكارديا بتاعته. لو ناخد بالنا ان ذيس از اي في ار تي اورثودرومك جوينج داون ذا اي في نود ريتروجريد ثرو ذا اكسس باث واي وات ايفر ات از. وال انا حطيت السي اس، خدتها رايت سايد. سام تايمز وانت داخل على رايت سايدد اكسس باث واي زي اللي احنا داخلين عليه ده، بعد ما تتاكد ان مفيش حاجه ليفت سايد، يو كان تيك ذا سي اس كاستر اند يوز ان ذا رايت سايد. احنا قلنا ان احنا ويوز سنجل يوز كاستر، فبالتالي البادجت هتبقى محدود بيها، خاصه حالات الاورمان اللي ما بيديلكش غير ثلاث اساطر. هتعمل ايه؟ استعمل، اسحب بقى السي اس، انت اتاكدت من مكانك وتاكدت من موقعك الجغرافي، هاتها حطها على الرايت سايد، حطها على البوست ريسبتور ريجن، استعملها از هالو كاستر، لان مش هتلاقي هالو بسهوله، ممكن تلاقي هالو في التخصص ما تلاقيش الكابل بتاعها. فاستعمل امكانياتك المحدوده اللي في ايدك، بس حركها بقى. هنا اخذنا السي اس كاستر حطيناه في الرايت سايد، والهيس كاستر طبعا لسه لحد دلوقتي انا مش هقدر احدد مكانه الا لما اجيب فيري جود سيجنال كويسه جدا. مين القسطره اللي انا هبتدي اماب بيها؟ الابليشن كاستر. انا رايت سايد حطيت القسطره السي اس، عرفت الاريا اللي انا بحدد فيها تمام، وابتديت اماب بيه. زي ما قلت احسن حاجه تماب فيها اكسسوار باسوي حتى لو كان بري اكسايتد هي الاي في ار تي، لان الفي بيسنج يعمل لك فيوجن. البري اكسايتد اف هيبقى اف، الساينس ريزم ات از فيوجن بتوين النيتف اند ذا اكسس باسوي. هنا بنماب، بنقيس بقى، وده مهمه المساعد دكتور انور، بيحط علامه او اسمه ايه كيرسر، لونجتيدنال كيرسر هنا على اول الكومبلكس، ويقيس لي الاي، وانا بتحرك على الموقع الجغرافي اللي ده كان رايت انتيريور، على الموقع اللي هو رايت انتيريور ريجن اللي انا بدور فيها على الاكسس باث واي بتاعي. وكل شويه لازم يبقى في حاجتين، ستابيليتي اوف ذا كاستر، جود كونتاكت، السيجنال كويسه. انا بكلم الكتروفيزيولوجي دلوقتي تمام. وهنا وانا بعمل مابينج وقفت التاكيكارديا. ناخد بالنا التاكيكارديا ما وقفتش في الريتروجريد ليمب، لان الايهات اهي والايه اهي على الاكسسوار. لو ناخد بالنا ان الاسترت الابليشن واقفه على الاكسسوار باسوي، ليه؟ لان انا شايفه هنا اكسسوار باسوي بوتنشال في الريتروجريد ليمب. طيب ولما رجع ساينس بري اكسايتد، بري اكسايتد بيت صح؟ ناخد بالنا ايه يا رحاب؟ هنلاقي هنا لا، ده مفيش بيز لاين بتوين ذا اي اند في، ده كمان في اكسسوار باسوي بوتنشال، ده كمان الفي امالجاميتد جوه الاتريوم اي وفي تمام. انا خبطته هنا ولا ابتدينا نكوي؟ لان ده علامه الكوي. احنا اصلا اول ما انتهت التكارديا بدينا بنكوي بالظبط، لان السيجنال كانت حلوه قوي. اوعى تضيع فرصه، بس لازم تبص على الفلورو، انت ماسك القسطره كانك ماسك سكينه في قلب العيان، كانك ماسك بندقيه، كانك ماسك ابره خياطه هتدبها في الحته دي. فشوف انت ماسك ايه، انت ماسك سلاح، انت ماسك سلاح، خلي بالك.
تماسكه كويس جدا، مركز كويس جدا، مش ملهي باي حاجه، ما فيش حد بيخروش في الاوضه، ما فيش حد داخل خارج، ما فيش حكيمه قاعده ترتب الدولاب بتاع الادوات، ما فيش واحد قاعد يلعب في الدي سي شوك، ما فيش واحد فني ماسك البتاع قاعد يلعب فيه المحمول بتاعه. كل ده بيحصل جوه اوضه القسطره، انت المسؤول عنها، انت القائد. لو سمحت لهم بهذا صدقني تركيزك هيروح، هتلاقي القسطره نطت منك عند الهيس وكوته بقى العيان فولي بري اكسايتد، انت محتاس لانك هتركب له اي سي دي في الحاله دي، هاته لي بقى من جيبك. خلوا بالكوا الحاجات دي مهمه جدا. لو دخلت اوضه القسطره وحد بيكوي ما تفتحش بقك، خش زي النسمه. طيب احنا رحنا هنا اول ما لقينا السيجنال وشفنا كده رحنا قلنا اون ابليشن، شفتوا بقى immediately تو بيتس الثالثه فتحت. شفت الايه، شفت الفي، ما فيش بينهم هس لان ده رايت انتير، هوريكم الفلور بتاعه تمام. وكملنا كملنا بقى، خلي بالك عارفين الخبط، عارفين البتاعه دي ايه، انا بخبط في قسطره الهس دي، بس طبعا قسطره الهس مش في الهس قوي يعني تمام، لان مفيش عليها هس، بس هي في الرايت انتيريور ريجن. ممكن انا اخد كل القساطر واحطهم في نفس الحته، بس لازم اوسع لنفسي للمابنج تمام. هنا اهو اول ما قلنا ابليشن اون تمام، اهي اول ما ببتدي ببتدي ب 30 35 واط، وانس ان انا شفته 40 45 50 حسب المكان. لو ده دينجرس ما بزودش عن 40، ولو اطفال بدي 25 واط، لان في معادله للبير كي جي بودي ويت، لكن في الاطفال عامه ببتدي ب 25 واط. ولو مكان حساس زي الرايت انتيريور او رايت انتروسبتر لا ده 20 كمان كويس. طيب ايه اللي حصل هنا؟ افتر ابليشن العيان جاله اي اف، والحظنا السعيد ان كله نوت كوندكتد ثرو ذا اكسسيف باثوي، ده بعد الابليشن كوناه اطمنا هوب دخل في اي اف. This is a good sign of success. ان انت كان عندك بري اكسايتد اي اف وشفناه انتو اي اف نوت بري اكسايتد اول كوندكتد ثرو ذا اف نود. ده هنا الاي سي جي الدكتور انور جاب لنا بقى، جاب المكنه قلب على 12 اي سي جي بعد ما خلصنا عشان يعمل لكم الديمونستريشن الجميل ده. لو ناخد بالنا ذيس از رايت، كان رايت انتيرير انتيرير اكسسوري باس واي اتكوى، هنشوف الفلور بتاعه دلوقتي حالا بقى فيري نورمال اي سي جي. تسلم ايديك يا انور. اهي نتعرف على القساطر. ذيس از left anterior oblique view، انا بشتغل في اثنين فيوز ار او 30 واللي هو 40 او 30 حسب لو الدنيا مزنقه تمام. طيب لو ناخد بالنا العيان ده انا حاولت اعمل له مابينج من تحت من انفير فينكافا ما عرفتش، لكن كان عندنا هيزيجير في زيارته في ديسمبر 2018 وكان عندنا حاله قريبه متشابهه لكده، فقال ان هو عامل بابليكيشن وعمر وراها لنا في مؤتمر اسكندريه ان الابليشن احسن حاجه للانتروسيبتال والرايت انتيريور اكسس باس واي فروم ليفت سبكليفيان فين. لذلك انا خدت الابليشن كاستر اهي ودخلت بيها من البوزيشن ده، وعندي هنا ده دي طبعا الابليشن كاستر نون اريجيتد 4 مللي. ذيس از ذا سي اس كاستر، انا كنت خلاص شديتها من السي اس، ما انا قلت لكم انا خدتها بقى في الرايت اتريب، خدتها هنا في المابنج الاريا بتاعه السبتم. انا بقول ايه، انا بخش بكل القساطر احطها امالجاميتد هنا. ذيس از ذا لونج شيس اللي انا استعملته في الاول، وذيس از انذر كاسيتر تو ماب من تحت واوصل دي اسجل منها واوصل دي اسجل منها واقارن بين التسجيلين. يبقى هنا كل القساطر بتاعتي في السبتم ريجن. ذيس از ده كان رايت انتيريور، رايت انتيريور، رايت انتيريور عند الساعة 12، لأن حتى القسطرة دي ما كانتش جايبة هيس ولا أي حاجة. رايت انتيريور اكسس باسوي ده ال او فيو، رايت انتيريور فيو. لو ناخد بالنا كل القساطر هنا على الناحية اليمين، أنا هنا في الحالة دي استعملت أنذر أبليشن كاستر قدرنا نوفرها. ده اللونج شيس أهو، اللونج شيس ده اللي باين الحد بتاعه ده، ودي القسطرة العشرية نحطها عن رايت اتريم مش هماني. وذيس از القسطره جايه من ليف سبليمنت، ده دراعي لو تاخدوا بالكم ده دراعي
جايه هنا على الرايت انتيريور ريجن في انتيريور. This is anterior and this is posterior and this is septal. This is right anterior region.